مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك. يوميا من السادسه وحتى السابعه لمده ساعه بنتناقش في قضيه بنطرحها على حضراتكم، بنستنى فيها رايكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه فيسبوك وتويتر. صفحاتنا اسمها رايك بصوتك او النهار اليوم على كلا الموقعين. بنستنى كمان ارائكم من خلال مواقع التواصل او من خلال ارقام التليفونات لو حابين تكلمونا خلال ساعه كامله على شاشتنا. النهارده زي ما شايفين في الاسئله بنتكلم عن موضوع ما بقاش فيه بيت واحد بيخلو منه، مشكلة تقريبا موجودة في معظم بيوت مصر على مستوى محافظات الجمهورية، هي انقطاع المياه اللي أصبحت مشهد أساسي يومي تقريبا في غالبية البيوت المصرية. مفيش بيت في مصر إلا والمياه بتقطع فيه. الأمر ربما بيختلف من بيت لآخر أو من منطقة لأخرى في معدلات أو مرات الانقطاع اليومي. في مناطق المياه بتقطع فيها مرة في اليوم أو مرتين في اليوم الواحد، ودول نقدر كلنا نحسدهم ونقول لهم يا بختكم. في مناطق أخرى المياه فيها بتكون مقطوعة لمدة شهور، يعني من شهور فاتت المياه لسه مقطوعة فيها. مشكلة كبيرة واضحة في بعض المناطق، لعل أبرز هذه المناطق اللي بتعاني من انقطاع المياه لمدة شهور هي محافظة الجيزة. مناطق كتيرة جدا في هذه المحافظة تعاني من انقطاع المياه من عدة شهور، شكاوى كتيرة بتوصل لنا، فبالتالي احنا النهاردة بنناقش الموضوع لأن خاصة منطقتي فيصل والهرم عندهم مشاكل كتيرة. معدل انقطاع المياه فيها ربما بيصل يوميا ل 17 ساعة. الشركة القابضة لمياه الشرب قالت إن جزء كبير جدا من أزمة نقص المياه في محافظة الجيزة هينتهي بعد افتتاح محطة ستة أكتوبر ده قريبا، وهي هتنتج حوالي 1,600,000 متر مكعب من المياه بعد دخولها للخدمة بشكل كامل. لكن المشكلة مش بس في محافظة الجيزة، هو مجهود مشكور الحقيقة. كمان الشركة القابضة لمياه الشرب بتتصل بينا دايما، بتتعاون معانا، بترد على كل الشكاوى اللي بتوصل لنا، بتحاول إن هي تبعت مندوبين لعلاج الأزمات اللي بتوصل لنا بشكل يومي. لكن المشكلة مش بس في الجيزة، عدد كبير جدا من محافظات مصر يعاني نفس الأزمة وربما أكتر من هذه الأزمة. بين الحين والآخر بتخرج علينا الشركة القابضة لمياه الشرب في بيانات بتبلغ المواطنين عن انقطاع المياه لساعات معينة، هي طبعا بتهدف أن هم يتخذوا احتياطاتهم اللازمة. بيانات شركة المياه أصبحت هي الأخرى أيضا إلى جانب انقطاع المياه، البيانات دي أصبحت هي الأخرى جزء يومي ومشهد متكرر وأساسي من يوم المواطن المصري. هي أزمة انقطاع المياه اللي احنا هنرصد معاكم خلال الحلقة النهاردة عدد كبير جدا من المناطق اللي بتعاني منها وبتعاني من استمرار أزمة انقطاع المياه، سواء داخل القاهرة أو الجيزة أو محافظات أخرى، ولعل أبرزها الصعيد اللي بيعاني برضو سكانها من غياب أو انقطاع متكرر في المياه. المياه ربما بتصل لنصف ساعة بس يوميا، بيكون في ساعات الفجر. وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أعلنت أيضا أنها بتستعد خلال الأيام المقبلة لافتتاح عدد كبير من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في 16 محافظة، ده بجانب الاستعداد أن هم يفتتحوا خلال الشهر الجاري عدد آخر بتكلفة إجمالية وصلت ل 7,300,000,000 جنيه. الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال في بيان بالأمس أنه هيتم افتتاح قريبا 15 محطة مياه شرب في 11 محافظة و16 محطة صرف صحي في حوالي 10 محافظات، بجانب 21 محطة صرف صحي في القرى في 6 محافظات. هنحاول نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المشروعات. الحقيقة النهاردة كان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاب مبشر وخطاب يدعو للتفاؤل فيما يخص المشروعات القومية اللي بتجرى أو سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. هو حتى قال إن خلال الثلاث سنين المقبلة في فترته المشروعات اللي بيعلن عنها بيعد بأنه خلال الثلاث سنين المقبلة في الفترة الأولى له اللي هي فترة الرئاسة الأولى هيبقى بيعد أن مع نهايتها هيكون تم الانتهاء من هذه المشروعات. مشروعات تحدث عنها، الحقيقة الواحد بيصدق هذه المشروعات طالما أن الموضوع بيبقى بجدول زمني واضح، مادام تم الإعلان عن إمتى هتنتهي هذه المشروعات، فدي حاجة مهمة جدا سواء في تنمية الصعيد أو في تنمية إقليم أو محور قناة السويس أو غيرها من المشروعات على مختلف القطاعات. دي كلها أمور مهمة جدا، وبالتالي من ضمن هذه الأمور لابد أن يتم النظر إلى أزمة انقطاع المياه اللي احنا النهاردة هنناقشها مع حضراتكم بالتفصيل. أسئلتنا اللي بنوجهها ليكم كالعادة موجودة على صفحاتنا المختلفة وهي كالتالي: هل تعاني من انقطاع المياه في سكنك؟ وما هو معدل الانقطاع في اليوم الواحد عندك في المنطقة اللي انت ساكن فيها؟ كيف ترى تعامل المسؤولين مع هذه الأزمة خاصة أنها مستمرة منذ وقت طويل؟ أو في بعض المناطق ظهرت فيها الأزمة دي مؤخرا فقط، فهنسأل كلا الجانبين. أنت هل لجأت إلى تقديم شكاوى أو مقابلة المسؤولين حتى تصل لحل لهذه الأزمة؟ لو عملت كده بالفعل قلنا كان إيه الرد، وهل تحسنت الخدمة بعد هذه الشكوى ولا لأ؟
هنستنى التعليقات. بالفعل في تعليقات كتيره وصلت لنا على صفحتنا على فيسبوك، في كمان اراء المواطنين هتكون معانا، بالاضافه لاهم حاجه كمان مهمه جدا، اراء المسؤولين في هذا الصدد. وبنفكركم ان لو عندك اي مشكله اتصل بينا مباشره، دي هتكون الفقره الثالثه والاخيره بعيدا عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، فقره شكوتك بصوتك. لو عندك اي مشكله او اي شكوى في اي مجال، واحنا على قد ما نقدر هنحاول نوصل هذه الشكوى للمسؤول المختص عن حلها. حتى كمان لو حابب تصور صوره لاي مشكله شايفها في الشارع، ابعتها لنا على فيسبوك مع رقم تليفونك، واحنا هنعرضها وهنكلمك ونشوف ازاي نحل المشكله دي مع بعض. بعد الفاصل في رايك بصوتك عن ازمه انقطاع مياه الشرب عن المواطنين، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحلقتنا النهارده عن استمرار ازمه انقطاع المياه على مستوى محافظات الجمهوريه في رايك بصوتك، اللي وصلت في بعض المناطق لشهور عديده، وده بيخلي المواطنين بيضطروا الى شراء المياه. هو الامر اللي بيكلفهم اكيد اعباء كبيره اكتر من الاعباء اللي بيتحملها اساسا المواطن في يومه العادي. احنا بنحاول نشوف كمان رصد لازمه انقطاع المياه عند عدد من المحافظات المختلفه، وكمان رصد لجهود الدوله وجهود المسؤولين لحل هذه الازمه مع البيانات المتكرره الصادره بشكل يومي، مع مشروعات بيتم الاعلان عنها بشكل ايضا يومي، خاصه مع استمرار ازمه انقطاع مياه الشرب في المحافظات. لو هنتكلم على بعض الارقام وهنشوف كمان تعليقاتكم، فنمسك البحيره الاول. عندنا انقطاع المياه بحسب الاخبار بقى الوارده خلال الفتره القصيره الماضيه، انقطاع المياه عن عدد من القرى بسبب انفجار خط في مياه الشرب، ده كان واضح خلال الايام الماضيه، كمان في قريه زاويه غزاله وفي مدينه دمنهور، كمان عندنا في الاسكندريه كان شركه مياه الشرب في الاسكندريه اعلنت عن انقطاع المياه في ثلاث مناطق غرب المدينه، برج العرب، العمريه، الساحل الشمالي لمده ثلاث ساعات، وده بسبب انقطاع الكهرباء عن محطه التشغيل. كمان في الدقهلية كان في حالة من الغضب ما بين أهالي قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية بعد ما انقطعت المياه يعني خلال الأسبوعين اللي فاتوا، ولجأ الأهالي لشراء المياه من المدينة لسد حاجتهم. في الشرقية أيضا بحسب الأخبار تواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب في قرية إبراهيم حسن و30 عزبة تابعة لها في مركز أولاد صقر في الشرقية، عدد سكانها 10,000 نسمة من حوالي 19 يوم وحتى الآن. كمان كانت في أزمات في القاهرة، هنتكلم على القاهرة، انقطاع المياه عن مدينة المعراج والمقطم ومنطقة السبعين فدان، وده نظرا حصل يعني انكسار في ماسورة خاصة بالمنطقة المغذية لهذه المنطقة. كمان انقطعت المياه عن التجمع الأول وفي الرحاب 1 و2 والتجمع الخامس وإسكان الشباب والتجمع الثالث لمدة 12 يوم بسبب قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خط مياه جديد. طبعا ده بقى ناهيك عن مدينة نصر والأماكن المجاورة في محافظة القاهرة والمريوطية، كمان وصلت لنا شكاوى وقلنا الهرم عندهم مشاكل كتيرة جدا مع انقطاع المياه. في قنا طبعا دي كلها تجميع من الأخبار اللي اتقالت الأيام اللي فاتت بس عن انقطاع المياه. قنا أيضا توقفت محطة مياه النجمة والحمران في مركز أبو تشت نتيجة عطل مفاجئ في منظومة المطرقة المائية المسؤولة عن حماية خطوط الطرد والطلمبات من هناك في المنطقة، ده طبعا بسبب كمان الانقطاعات. كمان حصل في قنا لسه هناك انقطاع مياه الشرب عن القرى التابعة للمحطة، هي قرى بني برزة وأيضا العوامر والنجمة والحمران والمحارزة والشمرات وقصير وجزيرة الدوم، وده بحسب ما قال المسؤولين لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة. هنروح الفيوم هنلاقي انقطاع لمياه الشرب عن قريتين، هي قريتي شكشوك وعزبة سليمان في مركز إبشواي في محافظة الفيوم من منتصف شهر رمضان
الماضي وحتى بداية شهر أغسطس الجاري، وده أدى إلى اضطرار المواطنين لتقديم بلاغات للنيابة ضد شركة مياه الشرب. دي كلها شكاوى ودي كلها أخبار من محافظات جمعناها عن أزمة انقطاع المياه. المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي العميد محي الصرفي اللي بيتواصل معنا بشكل دائم قال إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بالسلب على المياه، لأن الانقطاع بيؤثر على الروافع اللي بتغذي المنطقة، وإن أي هزة كهرباء أو أي فصل في الكهرباء وتشغيلها بيؤدي لانقطاع المياه لمدة 6 ساعات، وبالتالي ده بيحدث اضطرابا في شبكة المياه. وقال إن كمان إنتاج الشركة يوميا من المياه 24.5 مليون متر مكعب لجميع المحافظات. طيب يعني الكهرباء اللي برضو بدأت ترجع من جديد انقطاعاتها بعد فترة من الحل وضحت خلال شهر رمضان، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة وجدنا إن في مشكلات في انقطاع الكهرباء، وبالتالي ده بيرتبط بده، وبالتالي احنا محتاجين حلول جذرية أو حلول أكثر إبداعا لحل هذه الأزمات، لأن الكهرباء والمية حاجات أساسية أكيد مش حاجات رفاهيات. خلينا نشوف رأي الناس، أو لما سألناهم عن المياه في منطقة اللي هم ساكنين فيها كانت عاملة إزاي، وهل في حلول تم تقديمها أو في شكاوى تم تقديمها للمسؤولين وبالتالي في حلول بناء عليها ولا لا. نشوف الناس قالت إيه ونرجع نكمل معاكم. المشكلة موجودة في بورتو ساوسين جيزة. حضرتك المايه بتبقى بالفجريه كده بتبقى حلوه وجديده، من بعد الفجريه كده المايه بتقل، بقى بتقل بتقل لغايه بتيجي الضهر بتتقطع خالص. ده كل يوم يوميا مايه، ما فيش مايه، تيجي ساعه واحده بالليل بس، واحده ما فيش غيرها، والله زي ما كلمه ما فيش غير تيجي ساعه واحده بالليل، ما فيش مايه خالص. ما نستنى المايه لغايه ما تيجي في الحنفيه بالليل، بنملى الجراكن ونشرب عشان نشربه. الناس كلها بيشتكوا من المايه بالذات في الصيف، يعني من 12 الظهر لحد الساعه 2 بالليل كل دي المايه. لا مفيش مايه، حتى تيجي تشرب في الشارع ولا مايه تشرب منها وانت ماشي في الطريق في عز الحر ما تلاقيش مايه عند الناس كلها، كل دير اي حاجه اي ثلاجه الناس حاطينها صغيره مفيش. انا ساكن في منطقه فيصل وعندي مشكله في المايه جامده جدا، ما بيجيش خالص، يعني بتيجي كده خطف، يعني بتيجي مره واحده في اليوم مرتين، ويعني مقدبنا من ناحيه المايه خالص. عامه المايه عامه يعني بتيجي على طول بس بتقطع، يعني بتقطع شويه، ممكن يوم وممكن يومين وبتقطع، بس عامه لما بتيجي يعني بتيجي يعني بتاخد فتره قبل لما بتيجي. موضوع المايه على طول يعني انقطاع على طول باستمرار يوماتي، تفضل ممكن بالساعه والساعتين والثلاثه واكتر من كده كل يوم. كل يوم في حلوان بنفس الوضع. للاسف تعامل المسؤولين حاليا في انقطاع المايه ولا حياتنا من تنادي، احنا بنتصل بالخط الساخن حتى للاستفسار بس، يعني احنا عارفين انها بتقطعش زي الاول، انما لما بتقطع بنتصلوا، يعني ايه انتوا قاطعين المايه ليه؟ ما حدش بيرد على الخط الساخن بتاع شركه المايه اللي هي بتعلن عنه، او على ال 140 الدليل عشان يجيبوا لنا شكاوي شركه المايه التابعه لمحافظه البحيره، فنادر ما حد بيرد علينا. اليومين دول بقى اكتر حاجه المايه بتقطع عندنا في المنطقه، فانا كذا مره رحنا الشكوى قدمنا الشكوى بتاع ولا حد بيسال فينا ولا اي حاجه. خدمه المواطنين دي كلام فارغ لا يعترف بها في اي مصلحه حكوميه نهائي، طالما الموضوع وصل لمكتب خدمه مواطنين هتكتب مذكره واخد بالك اديك رقم صادر وتاريخ ويقول لك مع السلامه، ده الاسلوب المتبع في الدوله. دي كانت آراء بعض المواطنين ورصدهم للحالة فيما يخص أزمة انقطاع مياه الشرب عن المناطق اللي هم عايشين فيها. خلينا نروح لمحافظة الدقهلية ونشوف ايه اللي بيحصل هناك، لان احنا كنا قرينا من شويه بعض العناوين اللي كانت اتكتبت او اخبار اتكتبت عن شكاوى من المواطنين هناك. من هناك معنا الزميل كارم الضيسطي مراسل جريده التحرير في الدقهليه. استاذ كارم اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ هاني ولكل مشاهدي قناه النهار اليوم. في البدايه انا عايز اقول ان ازمه انقطاع مياه الشرب عن العديد من قرى محافظه الدقهليه دي مشكله قديمه مش جديده، المشكله دي بدات في 2010 بانقطاعات محدودة في بعض القرى الحدودية اللي موجودة على حدود محافظة الشرقية ومحافظة كفر الشيخ، لكن الأزمة مع مرور السنين بدأت في الاتساع والزيادة لحد ما وصلت لتخوم مدينة المنصورة عاصمة الإقليم في صيف 2015. إيه بقى إيه السبب في إن الأزمة بتزداد أو بتتسع مع مرور الوقت؟ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية برئاسة المهندس عزة الصياد لما بنتكلم معاهم عن الأزمة فبيقولوا ان اسباب الازمه اولا التعديات اللي تمت على خطوط الميه من 2011 لحد النهارده بسبب البنى العشوائي على الارض الزراعيه، وكمان بيقولوا ان الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي متاخره في تسليم محطات مياه جديده
وبالتالي فاصبح المنتج من مياه الشرب لا يكفي حاجه المواطنين اللي موجودين، الحاجه المتزايده من المواطنين. الازمه موجوده في قرى بقالها سنين بتعاني في فصل الصيف زي قريه ابو الشوارب، المياه مقطوعه عنها بقالها 4 سنين دلوقتي في فصل الصيف، كل فصل صيف المياه بتقطع عن كفر ابو الشوارب من شهر ابريل لحد شهر نهايه شهر اكتوبر. وكمان موجود الازمه دي موجوده في قرى لسه الجماليه، في كفر عاصم، في مركز بكرنس، موجوده في كفر عبد المؤمن. الازمه وصلت النهارده لقريه نشا اللي هي تعتبر واحده من اكبر قرى محافظه الدقهليه واللي عدد سكانها بيتجاوز ال 100,000 نسمه. القريه دي بتعاني من انقطاع مياه الشرب من بدايه شهر رمضان لحد النهارده. المسؤولين عاجزين ان هم يمدوا القريه بمياه شرب تكفي حاجه السكان اللي موجودين فيها. الازمه كمان وصلت لتخوم مدينه المنصوره، لعزبه النهضه اللي موجوده على حدود حي الدراسات وحي جديله، او الملاصقه لحي الدراسات وحي جديله في مدينه المنصوره. العزبه محرومه من الميه بقى لها حوالي شهرين دلوقتي. طيب، كانت ايه الردود اللي بتوصل للمواطنين اللي بيشتكوا من انقطاع المياه مع استمرار او توسع هذه الهوه الخاصه بانقطاع المياه؟ استاذ كريم؟ ايوه معاك يا فندم. يعني كانت ايه الردود اللي بتوصل للمواطنين لما بيشتكوا من انقطاع المياه او استمرار ازمه انقطاع المياه؟ والله يا شركه مياه الشرب يعني بتدي مسكنات للناس، يعني الناس لما بتروح في الانقطاعات الجديده اللي السنه دي بيقفلوا بعض المحابس عن بعض القرى المجاوره ويضخوا المياه للقريه دي ساعه 2 3 وبعد كده يقفلوا المحابس مره ثانيه، لكن مفيش حلول جذريه. القرى اللي محرومه من المياه بقالها سنين وبتتكرر فيها الازمه في فصل الصيف باستمرار، الشركه بتبعت لها فناصيص مياه بشكل دوري بحيث انها تكفي حاجه السكان اللي موجودين. طيب الاهالي طبعا في قرى زي الرياض وزي نشا لجأوا لشراء المياه من المدينه، سواء مدينه منية النصر اللي تتبع لها قريه الرياض او مدينه نبارو اللي تتبع لها قريه نشا، وسعر متر المياه، يعني بقى التجاره رهيجه دلوقتي، سعر متر الميه بيتباع للمواطنين عشان يملى خزانه اللي هو خزانه اللي مساحته متر ب 50 جنيه. طيب، هل في مشروعات او محطات بيتم انشائها في محافظه الدقهليه بشكل عام قد يكون من شانها ان هي تحل هذه الازمه ولو بشكل مؤقت؟ زي ما قلت لحضرتك، شركه مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهليه اعلنت، وده شيء معلن ما هوش خفي، ان في تاخير في تسليم المحطات من الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي. نعم. في محطات قيد انشاء لكن لم يتم الانتهاء منها ولم يتم تسليمها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ كارم الدياسطي مراسل جريده التحرير في الدقهليه على هذه الرساله او هذا التقرير الخاص بانقطاع المياه في محافظه الدقهليه. نروح لمحافظه الشرقيه. هناك معانا الاستاذه نرمين الشواتفي مدير مكتب الاهرام في الشرقيه. استاذه نرمين اهلا بيكي. اهلا بيك. منورانا يا فندم. يعني عايزين نعرف يعني كيف يسير الوضع فيما يخص ازمه انقطاع المياه في الشرقيه بشكل عام من خلال متابعه حضرتك. الحقيقه مشكله مياه الشرب في الشرقيه مشكله قائمه بالفعل لا يمكن انكارها، اخذت منحى جديد في السنوات الاخيره للاسف، رغم الجهود ورغم التوسع في محطات الشرب الا انها مشكله ملموسه للغايه تكاد تصل لحد الموت عطشا في بعض القرى. نعم. عندنا وخصوصا خط الشمال، قرى مركز الحسنيه، فاقوس، اولاد صقر، كفر صقر، مشكله متفاقمه لحد كبير لدرجه ان هناك اشهر عديده قد تمر على المواطنين بدون نقطه مياه للشرب، يضطرون معها لقطع عشرات الاميال وربما اكثر للحصول على كوب ماء. طرق ابواب المنازل في محافظات مجاوره، اللجوء لمصادر مجهوله لاخذ مياه الشرب كفناطيس، شركات غير معلومه المصدر، تبيع المياه في جراكل وعبوات غير صالحه للاستهلاك. هم مضطرون لهذا الوضع تحت وطئه العطش والخوف من الحرمان من المياه، وخصوصا في الحراره اللي احنا موجودين فيها الايام الاخيره. مشكله نقص المياه او شح مياه الري ليس الوجه الاوحد للازمه. هناك ايضا تلوث المياه. نحن نعاني من فترة طويلة من تلوث مياه الشرب لدرجة أن هناك آلاف المواطنين مهددين، هناك إصابات متفاقمة بالفشل الكلوي، التلوث محيط بكل جانب. يعني السبب في التلوث ده المياه بتصل للمواطن ملوثة؟ عكرة، سيئة الطعم والمصدر، وأسفة الطعم، اللون كمان، يعني احنا اعتدنا أن المياه لونها أبيض للأسف.
المية دلوقتي ما بنقدرش نحددها. المشكلة ليست قاصرة على القرى أو المراكز، المدن أيضا تعاني من ذات المشكلة. يعني مية الشرب غريبة اللون والرائحة، سيئة الطعم. المشكلة ان هي يعني احنا بنتكلم هنا بشكل طبيعي ان المياه لا طعم لها ولا رائحة، بنتكلم دلوقتي على ان طعمها وحش وان لونها غريب. طيب يعني طيب فيما يخص بقى الشكاوى يعني او ردود المسؤولين من خلال رصد حضرتك بيكون عاملة ازاي فيما يخص انقطاع المياه، او لو ذكرت الجانب الاخر وهو جانب التلوث حتى وان وصلت؟ هو الشيء المتناقض عندنا ان احنا شايفين جهود وجهود دؤوبة، يعني على فترات ليست بالبعيدة هناك افتتاح لمحطات مياه الشرب، البعض منا يرى مراحل تنقية المياه، مراحل عديدة تمر بها المياه في المحطات. نحن نجهل السبب في سوء حالة المياه اللي بنعاني منها في الفترة الأخيرة دي. يعني نسمع باستمرار عن تحركات لمسؤولين لافتتاح محطات، جهود بالفعل لا يمكن انكارها، ومع ذلك تبقى المشكله قائمه. تمام، دي نقطه مهمه بشكرك عليها، شكرا جزيلا استاذه نرمين الشوادفي مدير مكتب الاهرام في الشرقيه. من الشرقيه ننتقل الى الفيوم، معنا ايضا الاستاذه اسماء ابو سعود مراسل جريده التحرير من الفيوم. استاذه اسماء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. يعني ازمه انقطاع المياه في الفيوم كنا قرانا بعض الاخبار الوارده في الفتره الماضيه وفي شكاوى بتوصل لنا بالفعل عن انقطاع المياه هناك، يعني كيف يسير الوضع؟ هل في تحسن ولا الازمه مستمر؟ احنا بالفعل عندنا ازمه في انقطاع المياه في بعض القرى، وبالذات القرى اللي تابعه لمركز يوسف الصديق ومركز ابشواي. المركزين دول هم اكتر مركزين فيهم مشاكل مياه، في 35 قريه تابعه للمركزين دول ما فيهمش اي مياه، الكلام ده من 4 شهور. اكتر كرة عاملة مشاكل اللي هي كرة شكشوك وكرة تونس، دي كرة سياحية على ضفاف بحيرة قارون، فدي السياح هربت منها خالص بسبب ان مفيش مية. الناس اشتكت في شركة المية اكتر من مرة، واشتكوا للمحافظ ورحلوا للمحافظ اكتر من مرة، وهددوا بان هم يقطعوا الطرق ومفيش اي مية بتوصل لهم. لحد دلوقتي المحافظة كل اللي عملته ان هي بعتت لهم عربيتين مية خلال ال4 شهور، كل شهرين عربية. الناس اتخنقت على المية وفي ناس اتعورت، فالمحافظة ما بعتت لهمش أي مية تاني. ده في مركز؟ ده 35 قرية، قرى اللي هي أهمها تونس وشكشوك. اللي هي قرى سياحية وزي ما قلتي هرب منها السياح بسبب استمرار انقطاع المياه من 4 أشهر. وعدم استجابه المسؤولين ليهم دي اكتر مشكله او دي اكبر مشكله. طيب انا عايز اسال بمناسبه يعني ما ذكرتيه عن عدم استجابه المسؤولين، بمعنى ايه عدم استجابه المسؤولين؟ يعني المواطن بمعنى المواطنين عملوا اكتر من شكوى وراحوا لمسؤول شركه الميه، فمسؤول شركه الميه دايما بيبعدهم ان خلاص المشكله هتتحل على نهايه الاسبوع وما بتتحلش، ولما راحوا للمحافظ قال لهم ان هم روحوا وبكره لو الميه ما جاتلكمش انتوا كلموني. وتاني يوم طبعا الكلام ده كان من حوالي 18 يوم، ولسه المية لحد النهاردة برضو ما جاتش للناس دي. عايز اقول لحضرتك كمان ان هم عملوا محاضر رسمية ضد رئيس شركة المية في الفيوم المهندس مشرف خليفة بسبب انقطاع المية عنده. وكمان الناس رفضت ان هي تدفع فواتير المية، لان هم بقالهم 4 شهور بيدفعوا فواتير المية وهم ما عندهمش مية اصلا، فرفضوا ان هم يدفعوا فواتير الميه الشهر ده. طيب انا بشكرك استاذه اسماء ابو سعود مراسل جريده التحرير في الفيوم. يعني بعد هذه المجموعه من الاخبار من المحافظات المختلفه ولسه تعليقات حضراتكم طبعا موجوده على صفحتنا على فيسبوك هنقراها، خلينا نرحب هاتفيا بالعميد محي الصرفي المتحدث الرسمي باسم الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. سياده العميد اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا فندم. يعني بشكر حضرتك على الاستجابة الدائمة للشكاوى اللي بتوصل لنا الحقيقة، ولكن عايز أعرف يعني جهود الشركة من أجل حل أزمات انقطاع المياه، خاصة أن هي بتزيد الفترة اللي فاتت يا سيادة العميد. شوف حضرتك يا فندم، في مشاكل، في مجهود مبذول من الدولة، وفي مجهود مبذول من الشركة القابضة، وفي مجهود مبذول من الهيئة القومية لمياه الشرب، وفي مجهود مبذول من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب. حضرتك أنا سامع كل الشكاوى، وكل الشكاوى يا فندم بتتلخص، لو احنا جبنا البحيرة كان في انفجار ماسورتين، دول خط 600 ملي، دول اللي بيغذوا ريف دمنهور. حضرتك في احد الارهابيين حط قنبلتين اتفجروا،
احنا الساعة 12 كنا مصلحين الخط الاولاني، واحنا دلوقتي وانا بكلم حضرتك بنقفل الخط الثاني، والحمد لله المية بتوصل لأهالينا هناك. فده بيبقى اعمال خارجة عن ارادتنا، وفي اوقات ده عمل ارهابي، في اوقات بيبقى ماسورة مكسورة نتيجة تقادم الشبكة، ممكن نتيجة لودر دخل غلط في قلب خط فكسره، هو ده اللي بيعمل عملية الانقطاعات. يعني ده معدل طبيعي للاحداث اللي هي او اخطاء بتحصل او يعني انكسار في مواسير، ده معدل طبيعي ولا الموضوع زايد الفتره دي يا ساتر؟ لا والله هو مش زايد، انما هو احنا بنبقى في تحميل زياده، اهالينا بيطلبوا مننا كميات ميه، احنا بنحاول ندخل كميات ميه داخل المواسير عشان تقدر توصل لاخر نقطه. اللي في اوقات في تعدي على الشبكه، في اوقات نقطه تضعف، يعني ده كسور طبيعية او في المعدل بتاعها، انما حضرتك فعلا في مشاكل، في ناس ما عندهاش مية بتروح لها المية بالساعتين والثلاثة والاربعة، ودي نتيجة ايه يا فندم؟ نتيجة ان انا من 2010 وزي ما انا قلنا قبل كده حضرتك في بعض المشروعات اما تباطات او توقفت خالص ساعة الثورة وبعدها بالسنتين، وحضرتك انت هتعلم ان كل العمال في التوقيت دوت رجعت لبلادها مرة اخرى، اللي من الفيوم، اللي من المنيا، اللي من سوهاج، والعمالة اللي هي كان بيعتمد عليها المقاولات، فحصل لكن ده برضو قائم في يعني في اغلب المشروعات، يعني البلد كلها او القطاعات كلها تضررت حضرتك يا فندم عن العمل السنوات اللي فاتت، ولكن يعني هل في حلول جذريه او حلول على الاقل عاجله ممكن تكون مقدمه؟ ده سؤالي بس لحضرتك، اتفضل. بعد اذن حضرتك، اذا كان حصل في بعض المشروعات بس هي مش مرتبطه بالمواطن، احنا مرتبطين بالمواطن كل يوم يا فندم، فالدخول المشروعات للشبكة احنا كل اسبوع كل 10 ايام بيتم دخول مشروع. انت النهارده يا فندم في مشروعات كانت قعدت حوالي 5 سنين او 3 سنين ما دخلتش الخدمة او اتأخرت في العمل بتاعها. الحمد لله في دفعة قوية جدا بقالنا سنة ونص لانهاء مشروعات كبيرة جدا خلصت والمواطن حس بيها. في مشروعات انا عارف يا فندم ان اهالينا في فيصل والطوابي والتربيع يعني الهرم والجيزه، الجيزه كلها الحقيقه في شكاوى كتيره قوي جايه لي منها يا فندم. منطقه فيصل كلها يا فندم فيها مشكله، لان كميه المياه المنتجه داخل محافظه الجيزه لا تكفي. احنا عملنا مشروع دخلنا بيه 500 ملي دخل بيه ميه على هضبه الاهرام، اللي خلصنا مشكله في هضبه الاهرام، عدا انا بيتقال لي ان الباب 3 هو اللي فيه المشكله، والشبكه الداخليه للاسف مش احنا اللي عاملينها. يعني في حلول بتحاول ان يعني الشركه القادمه دي حلها. مركز ابشواي بقى يا فندم اللي هي الاخت الفاضله اللي بتتكلم على شكشوك والياس وابو نعمه ورحيل، ده يا فندم اللي هي ضعف الضغوط في المنطقه السياحيه. الحل بتاعها كان تنفيذ خط قطر 450 ملي ابو كاسه كفر عبود بطول 2500 متر، يعني 2 كيلو ونص، بتكلفه حوالي 2 مليون جنيه ونص. في الزيارة اللي عملها المهندس ممدوح رسلان سيادتك لمحافظة الفيوم تم الاتفاق على تنفيذ الخط دوت، وهيتعمل في خلال 15 يوم هينهي مشكلة المنطقة السياحية. تمام، ودي نقطة مهمة جدا، لأن زي ده بيأثر على قطاعات أخرى زي السياحة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد محي الصرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. بعد الفاصل تعليقات حضراتكم بالإضافة للشكاوى، خليكم معانا في رأيك بصوتك. اهلا بحضراتكم من جديد، الفقرة الثالثة والأخيرة من حلقتنا النهاردة في رأيك بصوتك. الفقرة دي فيها تعليقات حضراتكم على موضوع الحلقة اللي اتناقشنا فيه قبل الفاصل، وهو عن أزمة انقطاع المياه. الحقيقة لازم ندي تعليق على كلام العميد محي الصرفي المتحدث باسم شركة المياه الشرب والصرف الصحي. كان حديث عن ان مشروعات بيتم عملها وعن حلول، كان رد على المشكله اللي كانت طرحتها الاستاذه اسماء ابو سعود مراسل جريده التحرير في الفيوم على ان هذه القرى بيتم عمل الحل دلوقتي ان هي قرى سياحيه، فالموضوع مرتبط ايضا بالسياحه، فلو تضررت القريه بانقطاع المياه
بالتالي قطاع آخر مهم جدا هو السياحة بيتضرر هو الآخر. هو بيتكلم على حلول أو على حلول تم وضعها بالفعل من أجل مد هذه القرى سواء شكشوك أو غيرها من القرى بالمياه. كمان هو عارف ودرك أن في أزمة واضحة في المحافظات المختلفة وتحديدا في الجيزة لانقطاعات المياه، مع في أزمات لانقطاع العمل لفترات معينة بسبب ظروف سياسية مرت بها البلد، وهي بحسب لما سألته طب ما في قطاعات تانية كتيرة جدا مرت بأزمات وتوقف فيها العمل، قال لا ده قطاع بيتعامل مباشرة مع المواطنين، فالإحساس بانقطاع أو بتأخر العمل بيوصل بسرعة للمواطنين. عموما ده هيبان الفترة اللي جاية عن حلول بيتم وضعها من جانب الدولة ومن جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. خلينا نشوف تعليقات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك. أولها من تعليق من اسم وحشتيني يا أمي، بيقول نرجو الاهتمام، عندنا أطفال ومرضى بسبب انقطاع المياه، فإحنا عندنا مشكلة كبيرة من انقطاع المياه. بيقول كمان إحنا هنا شارع من شارع الصفا والمروة. نكمل التعليق، بيقول عندنا في فيصل بنعاني من انقطاع المياه 17 ساعة يوميا من حوالي 4 سنين، بتيجي الفجر وتتقطع حوالي 11 الصبح كل يوم، يرضي مين ده؟ يا رب فين الرحمة؟ اشتكينا لطوب الأرض مفيش فايدة، واتصلنا من نجدة مفيش فايدة، المسؤولين في وادي وإحنا في وادي، لا حصل إحنا ما حصلناش بني أدمين. يعني موضوع شكوى واضحة وهي شكوى هي موضوعية جدا. موضوع المياه لما بتنقطع الواحد بيحس بزهق وأزمة شديدة، موضوع مش طبيعي خالص المياه إن هي تنقطع منها. ركا توتي بتقول المياه بتتقطع في شارع محمد حسن متفرع من المملكة من 20 بشكل يومي أكتر من مرة من قبل رمضان تقريبا، قبلها ما كانتش بتقطع كده وبالذات الخميس والجمعة بيزودوا الساعات الانقطاع، السبب يا ريت حد يرد بسبب واضح ويعرفنا هتبطل تقطع امتى. آية بتقول المشكلة دي فعلا موجودة في أماكن ما بتجيش خالص إلا ممكن تيجي ساعة أو ساعتين في اليوم قبل الفجر، وأوقات يومين متواصلتين غير أو متواصلين غير ما تيجي خالص، بجد حرام والمسؤولين خلاص بيقولوا هتحل دلوقتي مفيش فايدة، حرام ده ولا حلال. زيزو نور إحنا مش بنشوف خالص مياه وتقدر تيجي أي وقت وتشوف بنفسك. فادي فخري سليمان أتمنى منكم طرح انقطاع المياه في فيصل بصفة مستمرة ومن قبل رمضان 19 ساعة يوميا، الأكتر من كده الجو غير مساعد بمرة. شارع الملكة في فيصل الأسخن من كده، هي المشرف على الشركة بيقول لي عندي مية بقى، ده كلام يرضي ربنا؟ طيب محمد زبادي بيقول لا والله ما فيش أي مشكلة عندنا في المياه الحمد لله. تعليق مبهج أخيرا. آخر تعليق أشرف بدر بيقول كتير اشتكينا ولكن لا حياة لمن تنادي في قنا قفت، هو بيتكلم على قنا وقفت تحديدا عندهم مشاكل في انقطاع المياه. طيب خلينا بقى نشوف الشكاوى، لو عندكم أي شكاوى هتكلمونا مباشرة لتتواصلوا معنا بمشكلة هنحاول نعرضها على المسؤولين. معنا أول شكوى من أستاذة مجدة من الإسكندرية. أستاذة مجدة أهلا بيكي. ألو. أيوة يا فندم، تحياتنا ليك، إحنا على الهواء، اتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي سعادتك يا ابني؟ بخير الحمد لله، اتفضلي، ايه مشكلة حضرتك؟ بص يا حبيبي، أنا عندي بنتي 26 سنة معاقة ذهنيا. نعم. عندها توحد بس النوع اللي هو شديد الإعاقة. تمام. البنت أنا كنت بوديها مدرسة في الفير هيفن اللي هي في شارع الإقبالي. بس البنت صعبة جدا التعامل معاها لأن هي بتعبي نفسها وتخبط دماغها في إزاز، في الحيطة، في أي حاجة. وتعور نفسها بتعب ايديها لحد ما ايديها جدا. تمام. فكنت بوديها لدكاتره تعديل سلوك وما جابش نتيجه معاها. لدرجه ان هي ضربتني كسرت لي مناخيري. تمام. فالبنت من عنفها برضه مصدر تهديد لاخواتها. عندي بنتي الاصغر منها بعتها عند خالتها لان هي تهجمت عليها بالسكينه مره. وعندي الولد اللي داخل جامعه وبرضه بيخرج لان هو زهقان من الوضع يعني. نعم. فانا البنت المدرسه رافضين وجودها لان هي فوق السن، داخله على 27 سنه وهم اخر سن عندهم 25. طبعا اخر مره كرشوها بسبب انها قلعت هدومها ملط في المدرسه واتصلوا بيا وعلى ما رحت جبتها وكده كان يوم صعب جدا، فقالوا لي لا مش هتقدر عليه. أنا مش لاقية مدرسة ولا مركز ولا أي حاجة أوديها فيها لأن أنا مريضة روماتويد فما بقدرش عليها كمان. ثانيا أنا موظفة. أسيبها فين الفترة الصبح مع مين وأنا في شغلي وولادي برا. طيب هل في مدارس تانية؟ الرئيس كان موصي على الولاد الحالات اللي زي دي
احنا كاهالي بقى لما يوصلوا السن ده نوديهم فين؟ طيب هل في مدارس تانية بتستقبل يعني اعمار اخرى او اعلى من 25؟ بياخدوا اولاد المدرسه اللي هم طالعين اصلا في المدارس دي. لكن ما ينفعش ان يتم نقل طالبه يعني من مدرسه الى مدرسه اخرى. لا، وبعدين اغلبهم يقول لك لا سنها كبير، لا البنت عنيفه، خطر على زمايلها، حالتها شديد الاعاقه. تمام، حضرتك بقى بتسالي على حل يعني ممكن انه يتم. انا مش عارف حتى حضرتك لما باجي اخدها عشان اعمل لها اوديها للدكتور، لما بركب بيها التاكسي بتبهدلنا في التاكسي، تضرب سواق التاكسي وتخبط دماغها في الازاز، الراجل يوقف العربيه وينزلني يقول لي انزل، اجي انزل بيها البنت تهيج وتتعصب، اقول له طب معلش كمل بيا المشوار بالعافيه على ما يودينا. جيت اقدم حتى ان انا اجيب عربيه للمعاقين، قالوا لي لا المعاقين ذهنيا ما لهمش. تمام، طبعا يعني واضح عربية. واضح يعني المعاناه، وربنا يا رب يجازيكي خير وعلى هذا الصبر بالجنه باذن الله، يعني ربنا يا رب يرزقك من فضله بسبب هذا الصبر ويرزقك الشفاء لبنت حضرتك. ولكن خليني اسالك لو في يعني حل معين تحب نتواصل، احنا طبعا هنوجه ان رساله للمسؤولين، خاصه ان زي ما ذكرتي الرئيس شخصيا تحدث عن الاهتمام بذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه في اكثر من فتره، وحضر بنفسه يعني افتتاح اولمبياد خاص للمعاقين. ففي في حد معين ممكن اتواصل معاه او مش عارفه توصلي له واحنا ممكن نوصلك بيه؟ الولاد اللي بيجيبوهم على الشاشات افضل حالات من الحالات بتاعتنا. احنا حالاتنا صعبه قوي، اللي هم شديد الاعاقه دول حالات ولادنا صعبه قوي، ما بيظهروش. لكن اللي بيظهروا اللي هم الداون اللي بيقدروا يتكلموا بيقدروا يتفاعلوا معاهم، لكن ولادنا لا. تمام، هو طبعا الموضوع درجات واضح. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه ماجده من الاسكندريه، يعني بتكلم على طبعا درجه اعاقه مختلفه او شديده، درجه شديده الاعاقه لبنتها ربنا يشفيها، ولكن بتكلم في ان ما فيش حتى مكان لايواء ابنتها، خاصه ان هي شديده العنف وان هي المدرسه اللي كانت فيها بتقبل حتى سن 25 عاما وبنتها حاليا على مشارف ال 27. هنحاول ان احنا نتواصل الحقيقه، يعني مش عارف مين ممكن، ولكن هو الامر واضح ان الدوله نفسها الرئيس يعني راس الدوله بيهتم بذوي الاعاقه، فلو نعرف نوصل لحد يأوي ابنة حضرتك هنتواصل. بشكرك على هذه المكالمه. معنا ام ملك من القاهره. استاذه ام ملك اهلا بيك يا ام ملك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. حضرتك كان عندي شكوى، كنت عاوزه ادرس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه يا فندم؟ عندي شكوى بسيطه جدا بس محدش قدر يحلها لي الا هو وحلفه. طيب قولي لنا المشكله ايه؟ مصر اللي هو يقابلني. ايه المشكله بتاعت حضرتك؟ انا مشكلتي ان انا معايا بنتي وما عنديش دخل ليا وما عنديش معيش وما عنديش مكان اكون فيه، فانا عاوزاه يعني انا بسيب نفسي من بناته، فانا بحلفه اللي هو يقابلني، بقول له بغلاوه مصر عندك اللي هو لازم يقابلني. حضرتك ساكنه فين؟ يعني قاعده فين حضرتك؟ انا ساكنه في البساتين في عزبه خير الله. طيب متزوجه يعني حضرتك، يعني زوج حضرتك موجود؟ انا جوزي مش معايا. طيب ومعاكي بنتين وبتقولي ان عندك مشكله ان مش بتشتغلي وفي نفس الوقت ما عندكيش مكان للاقامه. انا عندي شقه بس كل اللي بقعد في شقه دي مقفوله عشان معيش فلوس ادفع ايجار. وعاوزه اعمل معاش، المعاشات كلها شغاله هنا بس انا بقالي اكتر من 3 سنين متبهدله مش عارفه اعمل المعاش. طيب بشكرك يا ام ملك، احنا هنحاول نوصل رساله حضرتك وبنقولها على الهواء. يعني ام ملك عندها بنتين وعندها مشكله في الاقامه وعندها مشكله في المعاش، ما عندهاش معاش، فبترجو المساعده، يعني لدرجه ان هي بتتمنى التواصل مع رئيس الجمهوريه. معنا تليفون من الشرقيه، استاذ محمد. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور هاني؟ اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. حضرتك انا عملت مداخله قبل كده معاكم في 16 عام من الشرقيه، مركز جلبيه الشرقيه. ومديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم شيعتلنا حضرتك، ورحنا هناك في القسم المالي والإداري. أبص لموضوعنا حضرتك، قالوا لنا موضوعكم على المعاشات المحافظ، وإحنا بقالنا دلوقتي سنتين حضرتك شغالين بجوابات رسمية مستندات رسمية، إحنا لا مزورين ولا حضرتك عملنا اي اجراءات غلط، احنا كل اللي قدمناه حضرتك من السنوات الرسميه ومن ناس الشرق المحافظ الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام
يعني رئيس الجمهوريه احنا على الشعب المصري ونظر ليه بنظره رحمه رحمنا. هو ليه ما ينظرش لينا نظره رحمه ويبص ورانا 16 عامل تبع اداره دبليس التعليميه؟ فانا بقدم بلاغ رسمي على الهواء لحضرتك ولاسره البرنامج ولاسات المحافظ بالناس يبص لنا بقالنا سنتين ونص ما قبضناش يا فندم. واحنا على راس العمل حتى الان والله العظيم حتى الان، وانا في مدرسه عبد المنعم رياض الثانويه بنين. يعني مش عارف اعمل ايه بقى. قبل كده بعت شكوى برضو بلاغ على الهواء حضرتك لرئيس الجمهوريه نفسه، ما حدش وضع حل مشكلتنا ال 16 عامل باداره دلبيس التعليميه. يعني انا احنا لما تواصلت معانا يعني حصل تواصل بعدها بينك وبين المسؤولين ولا ما حصلش؟ يا فندم حصل. الموجه المالي في المديريه حضرتك بص لفوران قال يا ابني انتوا اصلا كده كده متعينين، انتوا من سنه 2012 شهر 10 2012 قبلنا ثلاث شهور وحضرتك والله العظيم ثلاثه قبلنا ثلاث شهور لا فوقهم ولا تحتهم. وبنقبض كام يا فندم؟ بنقبض 70 جنيه يا فندم. طيب بشكرك استاذ احمد. يعني طيب رقم حضرتك مع زميلتي هدى، وهنحاول نتواصل مع المسؤولين في وزاره التربيه والتعليم لكيفيه حل هذه المشكله، موضوع العقود والتثبيت والتعيين. طيب خلاص، يمكن دي كانت الشكاوى اللي وصلت لنا. في شكاوى على الفيسبوك وصلت لنا كتيره الحقيقه، ولكن كانت اغلبها بتتكلم عن انقطاع المياه، وبرضه بعضها بيتكلم عن انقطاع الكهرباء. اسماء نصر بتتكلم على ان منطقتهم بيقطع فيها الكهرباء بشكل دائم بعد ما كانت اتحلت قبل رمضان. كمان محمود السيد بيتكلم على انقطاع المياه، وتعليقات كتيره جدا كلها عن انقطاع المياه بمناسبه طبعا موضوع الحلقه النهارده. في مشكله عن برضه عن السياحه من استاذ احمد طارق، هو اسمه استاذ احمد طارق، بيقول على ان في مشكله عندهم في قريه سياحيه في العجمي كانت من اهم القرى ولكن يد الاهمال طالتها، وبيتكلم على ان لابد من تحسين الخدمه. عايز يتواصل مع المسؤولين. هي قريه 6 اكتوبر شاطئ النخيل، وزيها لو بنتكلم على السياحه فلازم نهتم بمثل هذه القرى. طيب يعني هذه الشكاوى هنوصلها للمسؤولين وهنحاول ان احنا نعرضها طبعا الكهرباء والميه تحديدا، هنشوف شكاواها ان شاء الله. بكره حلقه جديده، قبل دلوقتي بساعه هنتواصل وهنتكلم في قضيه جديده وهي كالتالي. عن قرار رئيس مجلس الوزراء باعطاء المحافظين مهله لتحقيق طفره في النظافه، من وجهة نظرك لماذا فشلت كل الحكومات حتى الآن في حل مشكلة النظافة بشكل جذري؟ هل توافق على اتهام المسؤولين للمواطن بأنه السبب في مشكلة النظافة؟ اتكلمنا كتير عن النظافة واتكلمنا كتير عن مشكلة انتشار القمامة مش بس في القاهرة والجيزة ولكن في المحافظات المختلفة وحتى المحافظات الكبرى. هل توافق على تطبيق غرامات فورية على كل مواطن يلقي القمامة في الشارع؟ دي أسئلتنا الموجهة لحضراتكم بكرة بإذن الله، هنستنى فيها رأيكم وهنتكلم فيها مع المسؤولين ازاي نحل المشكله. تبدو ان هي صعبه جدا، يعني ما فيش حد عارف يحلها لحد دلوقتي. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعه تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في النهار اليوم من رايك بصوتك. الى اللقاء.